ما هو العمر الذي يحصل به انتفاء الخلوة؟ العمر العمر الذي يحصل به انتفاء الخلوة البلوغ، إذا كان معهما من هو بالغ من رجل أو امرأة زالت الخلوة، أما الصغير الذي دون البلوغ فلا يزول به الخلوة، وكذلك غير العاقل المجنون أو المعتوه ما تزول به الخلوة، لا بد أن يكون بالغا عاقلا. نعم.